السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شفاف شكو إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة صنع الخبز ديال الهمبرغر. كيخصنا 300 غرام ديال السميدة، 300 غرام ديال الفارينة، عندنا 30 غرام ديال الخميرة، بودر ألوفي ديال الخبز، هذا الميكسو ماشي الميكسو محسن الخبز، غادي خصنا 80 غرام ديال الزبدة سبيسيال، الزبدة اللي كناكلو، المقادير ديال الخبز كنخدمو في الماكينة، كنزيد جوج معالق ديال السكر، ومعلقة صغيرة ونص ديال الملحة، باش نعجنوها غنعجنوها بالحليب، مغاديش نعجنوها بالماء باش تجي في المستوى اللي غادي تشوفو. نديرو الماكينة ديالنا، العجينة ديالنا. كنسدو الماكينة ديالنا هكا، كنشعلوها، كنضيفو الحليب، نديرو الحليب على حساب العجينة، نشوفو نتسنى ونشوفو العجينة ديالنا. نقدرو نزيدو الحليب، نقدرو منزيدوش، لأن العجينة مغاديش نديروها عجينة جارية، تكون شادة راسها. هاهي العجينات، نشوفو غادي نخليوها تخمر لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف الفوليوم ديالها. خمرات شوية، نحيدوها فوق من سميتو. ها غادي نقطعو منها الهمبرغر ديالنا. هانتوما كتشوفو السميدة باين فيها السميد مزيان، نديرو فيها كرات من حجم متوسط، نقادو الكرات ديالنا، نقادوهم، كنديرهم باش يجيو ليس. البرغر ديالنا كنديرو شويه كبير، البرغر ها هو مقطوع، ندخلو للفران ديال 30 درجة باش يخمر 30 درجة، نديرهم حتى يخمرو غنطيبوهم. كندير شويه ديال البيض وشويه ديال الحليب، واحد المعلقه ديال الحليب، كنضربي بها الهامبرغر ديالي من الفوق بحال هكا، كنضربه من الفوق وفي الجنبات بالطريقه الخبز ديال الهامبرغر ديالنا هو خمر، ندخلوه للفران. الخبز ديال الهامبرغر ديالنا هو موجود طيب مزيان من التحت ومن الفوق. هانتوما الهامبرغر بمعنى الكلمة، الخبز ديال الهامبرغر بمعنى الكلمة. طبقوا الروسيت اللي عطيتكم وتوصلوا لهذه النتيجة إن شاء الله.
نقول نتمنى منكم تشجعوا قناة ديال شفاف شكو إبراهيم، وإن شاء الله رحنا معكم ديما ونقدموا لكم كل جديد كل مميز. تبعوا الطريقة وراه تلقاو النتيجة المميزة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.